هذا وأوضح شكري أن التواصل والتنسيق بين الدول الثلاث إزاء القضايا الإقليمية والدولية يعد بمثابة علاقة متكاملة، وأكد شكري أن الدول الثلاث تسعى من خلال التعاون الثلاثي إلى التأثير وتعزيز المكانة والقدرات السياسية لمصر والعراق والأردن لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة. نحن نعمل سويا لتعزيز ذلك بالتأكيد، كما تفضل معالي الوزير أنه تبحثنا وكان لنا شرف أن نستمع لرؤية فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وأن نتداول فيما بيننا حول الأوضاع الإقليمية والأوضاع الدولية والتحديات العديدة التي تواجه دولنا الثلاثة، واقتناعنا الكامل بأن هذه التحديات نستطيع أن نواجهها بقدر أكبر من النجازة والقدرة من خلال هذا التعاون فيما بيننا، بما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز من تكوين رؤية موحدة لكيفية التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها.